ايوه يا اعتماد، ايوه حبيبتي، انا في الشغل، في الشغل من غير ما احلف يا اعتماد. انا حرامي؟ هتقولي اللي احلف هقول جالك الفرج والكلام الفارغ ده. طيب خلاص. لا لا، طلبات لسه بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طيب خلاص هلاحق عليك منين يا اعتماد؟ يعني اسرق يعني؟ يلا مع السلامة. يلا الوقت بيسرقنا. يلا هكلمك في البريك. باي باي. ايه ده؟ انت ايه؟ واحد لابس اسود في اسود ومعاه سلاح وتواجد في اوضة نوم حضرتك فجأة، يبقى ايه؟ باتمان؟ حرامي؟ سرعة بديهة وقوة ملاحظة. ميرسي خالص. وانا ممكن اصرخ؟ لا صرخ ايه وبتاع ايه؟ لا يعني تفتحي بقك الجميل ده، تطلع من هنا طلقة صغنونة، تروح على البق تعمل تعويرة وتبقى حكاية وحشة. ليه؟ يا مامي اصحى يا اسماعيل. ايه في مين؟ ليه؟ ايه ده؟ مين ده يا ست هانم؟ ما شاء الله اسماعيل نفس مستوى الذكاء مجمع لما وفق. انت جايبالي البوي فريند بتاعك في اوضه النوم؟ يعني انت مشكلتك في اوضه النوم؟ يعني لو في الصاله بره اوكي بالنسبه لك؟ بوي فريند ايه بس يا اسماعيل؟ ده حرامي. ايه ده؟ انت حرامي فعلا؟ استاذ اسماعيل ممكن لو سمحت شويه ثقه ازيد شويه في المدام بتاعتك؟ قالت لك حرامي يبقى حرامي، هو انا مش باين عليا ولا ايه؟ لا ارجوك ما تاذيش مراتي. لو المسدس ده فيه رصاصة واحدة أخدها أنا. لا ما تسمعش كلامه، ده لازم يعيش، لازم يعيش لأولاده، محتاجين الأب والقدوة. لا ما تسمعش كلامها، هما محتاجين رعايتها وحنانها. اضربني أنا، اضربني. الوداع يا سناء. اسماعيل. إيه الرخص ده؟ وإيه الأفوارة دي والسحابات اللي من تحت والحاجة؟ ما تتكلموا عادي يا أخوانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، مين جاب سيرة القتل بس؟ أنا قلت هقتل. اللحظة الدرامية دي لمستني، عشان كده أنا أخد من سيادتك المينيمم بتاعي وأتكل على الله. إيه المينيمم ده حضرتك؟ لا بص يا باشمهندس، أنا هفهمك حتة من أصول المهنة. أنا بطلع الطلعة مرجعش منها بأقل من 3200 جنيه، ده المينيمم بتاعي. وعلى فكرة ده سعر الأسبوع اللي فات، إديهم لي وربنا عوض عليا بفرق الدولار. اقسم بالله انا عامل مع سيادتك واجب، عشان خاطر دي اول شقه اخشها الليله دي، وان شاء الله يبقى استفتحنا عسل على وشكم. والله يا استاذ انا لسه ما قبضتش. انا معايا 600 جنيه، ممكن تاخدهم واول الشهر ممكن اديك الباقي. لا يا فندم، خدمه التقسيط لسه ما اشتغلتش معانا. يعني لو ما فيش كاش مش مشكله، ناخد اي حاجه بقيمه المبلغ، ولو في فيسا انا تحت امرك. خلاص اتحلت. ما تديله اللاب بتاعك يا اسماعيل. اديله بتاعك يا اسماعيل؟ ليه؟ هو ب 3000؟ ده انا جايبه من سنه ب7. ياه، ده 15 انش بقى. ايه ده؟ انت تعرف الحاجات دي منين؟ استنى انا بشب عليك، انا اكيد اعرفك. بص لك، ما انا اللي بعمل فيديوهات كيف تصرخ في 30 ثانيه. بجد انا بحبك قوي. طب اعمل سبسكرايب بقى. طب بصي، عشان انا بحبك، الست هانم عندها موبايلين. موبايلين وهتلاقيهم جوه الدولاب. لا استنى اصلا ده يعني ما يجيبش 1500، وبعدين الكاميرا بتاعته وحشه. شايف الشفونيره دي؟ مليانه ساعات بتاعته، اقل واحده فيهم ب 3000 جنيه كده يا سناء. بصوا الحاجات اللي عامله لكم قلق دي كلها اطلعوا بيها وادوهاني، وانا ريحكم منها. هو اللي دايما كده، شايف حاجته دايما هي اللي تسوى وحاجته انا ملهاش اي قيمه. لا ينفع كده استاذ اسماعيل؟ طب احكم ما بيننا انت يا استاذ. انا لما بشتري بجد، مش بجيب حاجات تناتيش ملهاش لازمه وخلاص. مش عارف، انا مش قادر اصدق حضرتك. يعني ده حتى البيجامه بتاعتك انا اسف يعني شكلها يعر سنه يعني. متشكر قوي. على فكره بقى، انا عندي حاجات احلى من كل الحاجات اللي عنده، ذهب وفريرات، بس اهلي هم اللي جايبينهم لي. اصله بخيل. انا بخيل يا سناء؟ معلش يا استاذ اسماعيل، انا اسف جدا يعني بصراحه. من نظره كده المدام باين عليها ان هي من عيله ومستريحه وراضيه بيك، وانت لا مؤاخذه يعني. ايه لا مؤاخذه ايه؟ الله، انا مش قادر اقولها الصراحه يعني. انت يعني اقل من مستواها. لا 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 لا، انا عندي فلوس كتير جدا. بقول لك ايه، شايف الشوفونيره دي؟ شايفها؟ انا حاطط فلوس هنا كتير قوي، ونضارات وشرابات، ولا هي ولا اهلها يقدروا يقفوا قدام المحلات اللي بتبيعها.
الصراحة أنا مش مصدق حضرتك، في فاشر كده. طب أنا حوريك واحكم بنفسك. البيع مدام شكله واثق من نفسه. خلاص يتفضل هو يطلع كل الحاجات اللي عنده وأنا هطلع كل الحاجات اللي عندي، وأنت كده شكلك زق ونور، واحكم أنت بقى. ميرسي يا مدام على رأي حضرتك فيا والله، يعني أنا آخر حاجة يا جماعة كنت أتخيلها إن أنا أكون سبب في زعل ما بينكم. خلاص بقى يلا يلا خلاص صالحوا بعض. خلاص يا خلاص بقى، ما انتوا حلوين ما يعني ما تعملوش كده. يلا يلا بصوا كل واحد فيكم هيقوم يطلع حاجته ونشوف بقى مين ذوقه احلى من مين ومين عنده حاجه احلى من مين، ونتفرج كلنا كده ونقضي اوقات سعيده، وانا هحكم بالعدل. انا ما كنتش عارفه ان هو غدار كده. هو قال ما نصرخش قبل قد ايه؟ قال اوعى اسمع صوتكم قبل ما يعدي 5 دقايق، والا هرجع وموتكم انتوا الاثنين. اظن فات اكتر من 5 دقايق. يعني متهيألي كده. طب يلا